ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده زي ما انتم شايفين ورانا كده احنا في الهرم، والجو جميل جدا واحسن، يعني يعتبر احسن مكان في مصر. يعني انا طلعت انا وايفون النهارده نعمل لكم فلوج كده، عشان احنا نفسنا نعمل فلوجات من فتره وما لقيناش انسب من المكان هنا. بس هو للاسف الساعه دلوقتي الساعه لسه 4 الا ربع، والهرم بيبقى الساعه 4 بالظبط، فمش عارفين بقى ممكن يسكتوا لنا بوقت زياده ولا لا. هم انا ما صورتش كتير، بس قلت اصور دلوقتي، ويعني ولسه الدنيا نهار كده وفي شمس وبتاع، وقبل ما الهرم يقفل ب 10 دقايق. بصوا يا جماعه بجد راحه نفسيه فوق ما تتخيلوا، صح؟ جدا. واحنا عايزين نقول لكم تعالوا اقعدوا وتتفسحوا واخرجوا اقعدوا في الشمس، جميله جدا. بصوا احنا ناويين بجد يعني الفتره اللي جايه دي ننزل نروح اماكن كتير حلوه قوي قوي الناس ما تعرفش عنها حاجه. يعني على ما اعتقد في ناس كتير من اللي هيتفرجوا على الفيديو ده عمرهم ما راحوا الاهرامات ولا شافوا الاهرامات ولا زاروها. لا تعالوا تعجبكم جدا، المكان حلو قوي. زي الفضلين دول هوركوا على الاهرامات كلهم.
الاهرامات ده من احسن مكان انا بحبه في مصر هي الاهرامات. مرتاح نفسيا جدا جدا هنا، الجو حلو، الشمس جميله، كل حاجه حلوه هنا. تعالوا 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 وشوفوا جميل اكتر. خليكم بس تبقى اقل حاجه عندكم، بس كل حاجه عندكم. روحوا الاماكن بتاعتنا، شوفوا البلد كلها، شوفوا الاهرامات، حبوا بلدكم.